تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، هنا الكرة العرضية والرأسية، وخلي بالك يا جماعة هو الحكم المصري الذي يقود هذه المباراة. انطلاقة أمامية، محاولة لكرة عرضية وتقدم هنا أمامنا، والكرة ملعوبة، البحث هنا عن تسديد. أوه كريم أبو عاقلة بصورة ممتازة لشرف شيبوب، شرف شيبوب نقلة في الأمام ومحاولة هنا داخل منطقة الجزاء، والكرة العرضية من جانب مبومبو، عادت لمبومبو، ركلة ركنية وكرة ملعوبة تلعب داخل منطقة الجزاء، والمحاولة لرأسي رمي التماس، نقلة أمامية وكرة ملعوبة مباشرة، محاولة هنا الانطلاقة من جانب مبومبو وإلى خارج، كرة ملعوبة تلعب مباشرة، المحاولة للبحث عن كرة رأسية وسد مباشرة، كرة جمال، وخلي بالك يا جمال خلاقة هنا أبو عاقلة يحاول التقدم أمامنا، أبو عاقلة والتسديدة ملعوب، الكرة تلعب داخل منطقة الجزاء، نويل وشغيل، الكرة العرضية ملعوبة، أبو عاقلة يا وفي الجول، الهلال تهز أرض مصر ابتهاجا بهدف رائع رائع يأتي أمامنا عن طريق الجميل وليد الشعلة الذي يشعل 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 مدرجات بأفراح بالهدف الذي سجله، هدف رائع يأتي أمامنا عن طريق الهلال، وقلنا يا جماعة الهلال يعني كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، والمحاولة إلى أحضان جمال سالم تتجلى بأعلى الجمال السوداني. وياسين الشيخاوي ويتقدم لهذه الكرة، الشيخاوي حاول هنا أمامنا وكرة ملعوبة، هدف يأتي، هدف يأتي عن طريق انطلاقة كانت أمامنا، وخطأ دفاعي، خطأ دفاعي من جانب إيمانويل، قلنا يا جماعة مرحلة وفي هذه الأدوار لا تحتمل أبدا الأخطاء الفردية، لا تحتمل أبدا الأخطاء الفردية، هدف يأتي في مرمى الهلال وفي مرمى جمال سالم. عموما بالواقع الذي نراه تبقى الآمال قائمة، تبقى الآمال كباعيو، حاول الكرة داخل منطقة الجزاء فيها الخطورة، لعب إلى ديارة، كرة حول منطقة الجزاء والمحاولة هنا موجودة أمامنا وما زالت الكرة قائمة داخل منطقة الجزاء، محاولة من أطهر تسير وكأنها تخدم الهلال. شوف بالإعادة هنا لقطة مرفوضة تماما تماما يا ابن الجزائر يا كريم العريبي، لقطة مرفوضة تماما، وبجريف الكرة يا السلام من شيبوب، وهنا الاستلام وده حاول لكن رائد التسلل رسين الشيخاوي، تمريرة أودي شريدة للشيخاوي، الكرة العرضية من جانب الشيخاوي وتبعد كرة أظهر الطاهر تعود إلى مالك بعيو، التسديدة من جانب مالك دين الشغيل، الكرة داخل منطقة الجزاء والمحاولة هنا محمد موسى يحاول أمام الضي، التسديدة من جانب الضي وتبعد لكن بعيد، نقلة عبد اللطيف بويا يتقدم للأمام وتسديدة مريرة، ومحاولة هنا أمامنا، التقدم حاضر أمامنا ومحاولة البحث عن كرة عرضية، كرة تلعب ومحاولة للمرور عن طريق الخطير الأظمة، تعود مجددا هنا المحاولة أمامنا والتسديدة، نصر الدين الشغيل كرة داخل منطقة الجزاء وكرة ملعوبة من جانب شيبوب، باحث عن نصر الدين الشغيل، محاولة من جانب الشغيل وهنا البحث عن تسديدة، بالإعادة هنا الكرة يسجل النجم الساحلي من هجمة وحيدة خلال الشوط الثاني، يسجل النجم، وكما ذكرنا من قبل مثل هذه المباريات، مثل هذه المباريات في هذه الأدوار لا تعترف بمن يسيطر ومن يحاول على المرمى، بل تعترف بمن يقتنص الفرص، بمن يقتنص الفرص وبمن يسجل. إذن بنسبة كبيرة أو إن صح القول النجم يضمن تأهله، يضمن تأهله على اعتبار أنه يسجل الآن في ملعب الهلال. هدف إذن يأتي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.